مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره الاحد 19 سبتمبر 2021. حديث القاهره النهارده مليء بطاقه ايجابيه جدا، بنحاول زي ما بنقدم حاجات فيها نقد بنقدم حاجات فيها تفاؤل، تستطيع ان تصل برساله لكل انسان انك تستطيع. واستطيع ايضا ان امسي على زميلتي العزيزه صاحبه الالوان الرقيقه بالوضع الصيف، عارف يعني. أيوة. مساء الورد يا خيري، اخبارك؟ انت الحمد كويس لله. النهارده عندنا بالفعل حلقه فيها كميه جميله جدا من التفاؤل، واللي نتمنى يتنقل لحياتنا بشكل عام، لان الحياه بتبقى ابسط واحنا متقبلين فيها كل اللي بيمر علينا. الجميل بقى ان يجي من وقت للتاني اخبار تسعدنا كلنا، مش تسعد بس الفئه اللي موجه ليها الخبر ده. لما نتكلم عن الناس اللي بتمتعنا بأعمال على مدار سنوات وسنوات، السينما والتلفزيون وكل القائمين على صناعة الدراما والفن، قطاع مش قليل أبدا. النهاردة كان في خبر خاص بيهم، مش بس هيفرحهم لكن فرحنا إحنا كمان، لأن هم يستاهلوا جدا أن يتقدم لهم دايما الشكر بألوان وأشكال مختلفة. هو دايما لما بنتكلم عن الفنانين بيتبادر لذهن الناس على طول النجوم، والنجوم عدد قليل جدا في الفن. يعني في الفيلم انت بتشوف الفيلم فيه بطل وبطلين، لكن باقي العاملين في الفيلم او في المسلسل بالاف. الالاف دول عايشين ازاي؟ الالاف دول لما ما بيجيلهمش الشغل، عدد الكومبارس في السينما والدراما المصريه قد ايه؟ اعداد لا يمكن تخيلها. دائما نسمع استغاثات، نسمع ممثل اشتغل على تاكسي، نسمع فنان تشكيلي قاعد في الشارع لانه مش لاقي ياكل، لان دايما لا عندنا تامين ولا عندنا معاش. وحالتهم، ونشوف نقيب الممثلين قاعد يجري من هنا لهنا ويكلم مسؤولين ويروح مستشفى. الحكايه دي مش جديده، الحكايه دي احنا شفنا النجم عبد الفتاح الاسري وهو بيموت في ظروف مزرية محزنة جدا. شفنا الفنانة زينات صدقي ما كانش عندها فستان عشان تتكرم، والسيدة جهان السادات بعتت لها الفستان. شفنا حاجات كتير جدا فيها معاناة لعدد ضخم من الفنانين على كل المستويات. ولما بنقول كلمة فنان بتشمل من الكومبارس اللي بيمثل لأول أو لآخر مرة في حياته، والتمثيل ده هو اللي فاتح بيته، وتمر أزمات وتتعطل السينما وتتعطل الدراما، ويبقى هو لا عارف يصرف على أولاده ولا عارف يعالج نفسه. معانا النقيب، نقيب المهنة التمثيلية الذي بذل جهدا كبيرا، واليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه برئيس الوزراء يمد يده ويطبطب على كل المبدعين وكل الفنانين. نسمع الحكاية من الدكتور أشرف زكي. مساء الخير يا دكتور أشرف. مساء النور يا أستاذ خيري، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير، وأنا أعتقد أنها خطوة سعيتوا إليها فترات طويلة جدا، وكان بيطالب بيها الفنانين ما حدث اليوم. لكن هل بالفعل في عدد من الفنانين بيعانوا أحيانا كتير في أوضاع معيشية صعبة، وإن الأمور بتتدهور وبيحتاجوا بالفعل أشياء شبه كده في حياتهم؟ والله التاريخ بيقول كده، والواقع اللي احنا عشناه بيقول كده. احنا كنا الاول بنقرا الكلام ده لغايه ما جينا وعشنا وشفنا. الفنان راس ماله هو، يعني انا اذكر مره، يعني بدون ذكر اسماء، احد الفنانين الكبار كان بيتوضا، وبعدين وقع وهو بيتوضا، اتكسر، جاله كسر في رجليه وفي الحوض، فتقاعد. فاصبح هذا الفنان الكبير يعني في ظرف يعني اجتماعي وصحي يعني لا يحسد عليه. العديد من زملائنا، احنا في مهنة احيانا بنشتغل واحيانا كتير ما بنشتغلش. كمان يمكن توجيهات سيادة الرئيس النهارده ليس فقط للممثلين فقط، ولكن لكل العاملين بالحقل الفني او الحقل الابداعي. يعني احنا عندنا كمان ما وراء الكاميرا، عندنا نقابة التشكيليين، الموسيقيين، عندنا الاف. وايضا برضو قرار سياده الرئيس النهارده سريع، لان العديد من زملائنا الذين رحلوا وتركوا اسرهم وهم في ظروف سيئه جدا جدا جدا. وزي ما كان استاذ خيري وسيادتك بتقولوا في المقدمه، ان احنا كنا بنقعد نجري هنا ونجري هنا ونلم فلوس من هنا ونعمل من هنا. النهارده يعني فخامه الرئيس، يعني زي ما الاستاذ خيري اتفضل وقال، بيطبطب علينا، بيجبر خاطرنا، بيشملنا بالرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه
أن يضمن لمبدعين ومثقفين وصناع السينما وصناع الدراما المصرية يعني حياة كريمة تليق بيهم وبإبداعهم وما قدموه وما يقدمونه لمصر بل للعالم العربي. صحيح. دكتور أشرف، أنتوا كنقابة هل تقدمتم للدولة بمخاطبات؟ يعني الأزمة دي زي ما حضرتك بتقول ده أزمة قديمة من عشرات السنين، والأعداد اللي بنتكلم عنها هم مش آلاف، هم ملايين. لما نتكلم عن في المجال الفني بتكلمنا حضرتك عن المصورين والموسيقيين والفنانين التشكيليين، دول وجهة البلد، دي القوة الناعمة. هل أنتوا قدمتوا في أنت عاصرت نقول جيلين وأنت في موقع المسؤولية، يعني أكتر من قيادة سياسية، هل هذه أول مرة تتم الاستجابة بهذا الشكل؟ والله أقول لك على حاجة، إحنا ما كتبناش لفخامة الرئيس لكنه حس بينا وحس بمعاناتنا وحس بوجعنا، لأن الملفات اللي سيادته يعني أمر بتغطيتها هي الملفات الشائكة. نعم. هي الملفات الشديدة الصعوبة، لأن إحنا فينا ناس بتشتغل في الحكومة عندها تأمين صحي وتأمين اجتماعي، وفينا الأكثر ما بيشتغلش في الحكومة وما عندوش أي غطاء تأميني لا صحي ولا اجتماعي. فسيادته أمر، وكمان مش كده وبس، وما جم سألونا واجتمعنا مع معالي الوزيرة الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللي بشكرها يعني بجد بذلت مجهود خرافي. نعم. وحضر معنا الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وكل قيادات الهيئة التأمين القومية للتأمين والتأمين الشامل الصحي الشامل، وبذلوا معنا مجهود كبير في الهيئة التشريعية. أما جينا قلنا إن القانون بتاع النقابات ما بيسمحش بتعظيم الموارد وإلى آخره، فخامة الرئيس أمر بوضع تصور بتعديل تشريعي فورا، وبالفعل قعدنا وبذلنا مجهود كبير جدا، وبالفعل قدمنا التعديل التشريعي ومجلس الوزراء وافق عليه، وهذا التعديل إن شاء الله هيرجع مجلس النواب، وبعد أن تتم الموافقة ده هيفرق كتير مع النقابات، لأن النقابات لازم تصرف على نفسها. أو فخامة الرئيس لما أمر قال المنظومة كلها تتكامل، فالنهاردة أنت مش حد هيديك دعم، لا أنت هتعمل آليات تعمل لك دخل يليق بمكانة الناس، ويبقى في معاش كريم وفي تأمين صحي كريم، واللي ما عندوش تأمين يتعمل له تأمين، واللي ما عندوش تأمين صحي يتعمل له تأمين صحي. فطبعا يعني مكتملة من القيادة السياسية للفنانين والمبدعين والمثقفين، وبصراحة تستاهلوها عن تقدير كبير جدا، يعني لأن الفن ركن أساسي في الحياة. لكن هل وصل لحضرتك لحد دلوقتي من بعد صدور الخبر ردود أفعال من الفنانين؟ هل تواصلوا بيك؟ ردود أفعالهم شكلهم إيه؟ طبعا ده الليلة عيد، يعني ردود الأفعال عالية جدا، كلهم يعني مبسوطين وفرحانين، وأنا ببارك لهم وببارك لنفسي، ببارك لأجيال اللي حضرت يعني توجيهات وقرارات فخامة الرئيس، لأن أنا يعني شايف إن ده أول رئيس جمهورية يعني يهتم بالفنانين بهذا الشكل. وإحنا كنا الأول نقعد نقول إحنا عايزين عيد الفن عشان نكرم، لا ده النهاردة أعياد أعياد وأعياد. مبروك يعني مبروك يا دكتور أشرف. في قاعدة بيانات كاملة عندكم عن كل العاملين؟ حصل وسلمناها بالفعل. إحنا كنا بنجتمع أربع نقابات، إحنا التمثيلية والموسيقية والسينمائية والتشكيليين، وفعلا قاعدة بيانات مع وزير التضامن الاجتماعي، وشغالين على قلم الوثائق يعني إن شاء الله. ربنا يوفقكم دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. عايز بس أقول حاجة صغيرة في هذا الإطار يا كريمة، الأولويات. كان في ناس كتير بتقول لك إن أنتم مهتمين والرئيس مهتم بالمعمار وبالطرق وناس الإنسان، لما بنشوف خلال الفترة الأخيرة ما تم، فوصلنا إلى نقطة إن احنا ندور على تأمين العاملين في المجالات الفنية. ده معناها إنك القائم على الأمر عنده تصور كامل ورؤية وماشي كما وعد. احنا بنينا مدن، بس هدينا عشوائيات وبنينا مساكن لائقة، احنا بدأنا نقدم خدمات من التكافل والكرامة علشان البني آدمين، رايحين للفنانين، هنرجع للمدرس والأستاذ الجامعة وللطبيب وللصحفي، وكلنا أكيد هتبقى فيه استفادة وتطور في الرواتب في المعاشات وخلافه. فاللي حصل النهاردة يطمننا جميعا ويدعونا لأننا نسير في الطريق الصحيح. أنا شخصيا متفائلة جدا، يعني
لان اللي بدا بان اصحاب المهن الحره اللي وقفوا عن الشغل في اوقات كورونا وان كان في ليهم راتب علشان يعينهم عن الحياه لان الشغل كان متوقف ويصل الى الفنانين والعاملين في الحقل الفني اللي هم كمان بيعملوا بشكل حر. اعتقد ده معناه ان اللي جاي احسن ان شاء الله. فاصل ومش فاصل كمان، بس احنا كمان هنشوف اللي حصل من امبارح للنهارده من اخبار شهدتها مصر واهم الاخبار، ونرجع نبتدي معاكم قصصنا الاخباريه هنا وتغطيه خاصه من حديث القاهره. الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة منظومة دعم وحماية الفنانين وتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الصحة تعلن استقبال 546,400 جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس. الحكومة تنفي فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة. القوى العاملة تعلن إلغاء فحوصات كورونا لدخول أبو ظبي بدءا من اليوم. وزير الخارجية يطالب وزير خارجية إسرائيل بضرورة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وزير الري السوداني: نأمل أن يدفع بيان مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي لاستئناف التفاوض في أسرع فرصة. مظاهرة نسائية في كابول تطالب بحق العمل والدراسة في ظل حكم طالبان. اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من الستة الذين فروا من سجن جلبوع. جنازة رسمية لبوتفليقة ودفنه إلى جانب الرؤساء السابقين بالجزائر. محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعداداً لليبيا. أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى. العلاقات المصرية الليبية تعيش مرحلة مزدهرة جداً، هناك تعاون وتفاهم كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. وزير العمل الليبي السيد علي العابد صرح أمس بتوفير 1,000,000 فرصة عمل للمصريين، قال إن دخولهم للأراضي الليبية هيكون مطلع أكتوبر المقبل، وقال إن العمال دول مطلوبين في المشروعات المشتركة اللي بتوصل قيمتها لنحو 19 مليار دينار ليبي، يعني حوالي تقريباً 4.25 مليار دولار. لتفاصيل أكثر معنا على الهاتف السيد علي العابد وزير العمل الليبي. معالي الوزير أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك معالي الوزير وأهلا بليبيا الشقيقة، متمثلة في حضرتك معانا دلوقتي في حديث القاهرة. يعني القطاعات والوظائف المتاحة لمليون مصري حضرتك صرحت أن ممكن ليبيا تستقبلهم قريبا للعمل في ليبيا، إيه هي؟ طبعا أنت كما عارفين أن ليبيا ومصر علاقة تاريخية طويلة، ودايما نحن في أي خطة تنمية أو في أي مشروعات يكون للشركات المصرية والأعمال المصرية دور كبير في تنمية وتطوير البنية التحتية والطرق والمواصلات. طبعا الوظائف المتاحة هي وظائف البناء والتشييد وأيضا التشطيبات الصحية والسباكة، جميع أعمال النحارة والنجارة والتسليح، وطبعا أيضا الأعمال الكهربائية والتوصيلات الكهربائية والميكانيكية، جميع التخصصات الفنيه. والسوق الليبي ليس بغريب على المصريين على طبعا العام المصري. صحيح. معالي الوزير، ازاي ايه الاليه اللي هتتم لاتاحه فرص العمل اذا كان من اول اكتوبر؟ تم التنسيق مع اي جهه؟ كيف يتقدم العمال؟ اكيد طبعا احنا بنتكلم عن عمال وعن شركات كثيره ستشارك في هذه المشروعات الضخمه. ايه هي الاليه اللي تمت؟ الآلية حسب الاتفاقية الواقعة مع وزارة القوى العاملة، أنا زرت القاهرة قبل هذه الزيارة، وطبعا كان عندي رئاسة الوزراء. الصوت شوية معالي الوزير. أيوه اتفضلي. في شهر أبريل الماضي
والآلية معروفة يعني، نحن يعني في إجراءات ما هي جديدة، إجراءات السوق الليبي على العالم المصري عن طريق وزارة القوى العاملة، يتم التقديم ويتم التنسيق عن طريق الشركات المنفذة لهذه المشاريع. تمام. معالي الوزير، يمكن شفنا تصريح على ان هيكون هناك تقديم الكتروني او استقبال للاوراق الكتروني، وكمان عايزين نسال عن الضمانات الخاصه بالعماله اللي هتكون موجوده هناك، سواء كانت عن طريق الامن او الضمانات الصحيه او غيرها، هل سيتم توفيرها والى اي مدى؟ نعم، كل عامل مصري حيجي ليبيا يكون عنده تامين صحي، يكون عنده ايضا الضمانات الماليه في حقوقه في مرتباته في مستحقاته، هذه كلها ضمنتها الاتفاقيات الموقعه مع الحكومه المصريه، ويعني حتكون هناك سفاره مفتوحه وقنصليه، يكون طاقم قنصلي موجود لتقديم الخدمات لهذه العماله. وطبعا انا نكرر هذه انه طبعا ليبيا ما هيش غريبه على المواطن المصري، العام المصري ومعروفه لكل الاجراءات المطلوبه. طيب معالي الوزير، كده ليبيا تعود تاني لوجهها المشرق، ممكن نعرف بس ايه المشروعات الكبيره اللي هتتم في ليبيا خلال المرحله القادمه واللي هيشارك فيها العمال المصريين؟ المشروعات هي طبعا تركز على الطرق عندنا مشروع الطريق الرابط بين جابيا وجالو، طريق الداير الثالث في طرابلس، والطريق الرابط بين تبرق ومساعد، طريق مزدوج، والطريق الرابط بين اوباري وغاس، وهناك ايضا بعض المشاريع الاخرى خاصه بالبنيه التحتيه، ايضا مجال الاتصالات، مجال الكهرباء، مشاريع في جميع المجالات، وهذه طبعا نبادره اولى في هذا السنه، وعلى السنوات المتقدمه حيكون هناك دور كبير للشركات المصريه في تعزيز الانشاءات والبنيه التحتيه، واحنا شفنا وكان بحضور الحكومه الليبيه بالكامل، وايضا حضور محافظ البنك الليبي المركزي ورئيس الديوان المحاسبه، وشافوا الانجازات وشافوا النهضه الموجوده في مصر، وشافوا الشركات المصريه الكفاءه الموجوده عندها، وايضا سرعه الانجاز والدقه في الانجاز. يا معالي الوزير انا اسف، المليون دول حضرتك قلت انهم السنه الاولى دي بس، لكن لسه في مشروعات تانية هتحتاج شركاء اكتر من مصر، انا فاهم صح؟ بالضبط صح. تمام. معالي الوزير اسمح لي، احنا بنتكلم على مليون عامل، عدد ليس بالقليل، هل هناك اي تسهيلات لاستقبال عائلات هؤلاء العمال اذا كانت المشاريع ممتده لفترات طويله؟ نعم، من ضمن امتيازات العامل المصري انه هو يستطيع اسحاب اسرته، يعني في حاله انه يمشي ليبيا يستطيع اسحاب الاسره بتاعها، وهناك طبعا شفنا اليوم الاعلان عن فتح الطيران من مطار القاهره مباشره الى طرابلس، وفتح ايضا نعمل فتح طيران من مدن الصعيد، من الاقصر، من اسيوط، من اسوان، يكون هناك رحلات طيران مباشره، لان المليون عشان يتنقلوا من مصر ليبيا طبعا يبوا جثه، يبوا ايضا البوابه تكون ميسره والتسهيلات ميسره، واحنا طبعا اتصال مستمر مع وزاره القوى العامله في مصر بهذا الخصوص، وهناك طريق فني يعني خاص بمصر حيكون قريب في طرابلس، والامور ماشيه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله وان شاء الله موفقين في مشاريعكم الجديده، ويكون يعني بدايه خط مثمر للتعاون وخصوصا في مجال العماله بين المصريين وبلدهم الثاني ليبيا. شكرا جزيلا معالي الوزير السيد علي العابد، شكرا جزيلا. ده مؤشر جيد جدا للاقتصاد المصري، طبعا احنا طول عمر المصريين بيشاركوا في البناء في الدول العربيه، شفنا ده في العراق وشفناه في ليبيا طول الوقت وفي دول الخليج، فان يعودوا الى ليبيا ده دورنا، وايضا شكرا للاشقاء لان ده هينعكس على الاقتصاد المصري وعلى العائدات اللي بتاتي من الخارج من المصريين من الخارج، يعني هتساعد قرب خبر المسافات، خبر مفرح صحيح. جدا جدا قرب المسافات والامتيازات المقدمه للعمال المصريين، ومن حقهم يعني يصحبوا عائلاتهم، وده شيء هايل اللي هيستمروا هناك لعماله طويله. طيب السؤال بقى، في حمله مؤخرا شفناها وهي بتنطلق، هي مع نطمئن، حمله مع نطمئن سجل الآن، دي كانت علشان تشجيع المواطنين للتسجيل من أجل أنهم ياخدوا لقاح كورونا، لكن ده على طول استدعى السؤال التاني، هل في حالة خوف من تلقي لقاح كورونا؟ ليه الناس أو عدد من الناس بيخشى لقاح كورونا؟ يمكن الحملة دي كانت رسالة لأنها تدي للناس انطباع ورسالة أنها بتقول لهم أن اللقاحات آمنة ما تقلقوش، وإحنا محتاجين ناخد اللقاح علشان نعيش في مجتمع آمن قدام فيروس إحنا لسه مش متعرفين مع متحوراته. لكن الأسئلة
الخاصة بخوف الناس، وهل ما يشاع من أنه قد يؤدي كحد أقصى للوفاة وطبعاً أشياء في النص كتير؟ الإجابة عليها هتكون من خلال ضيفنا العزيز الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، اللي معانا على زوم. أهلاً بحضرتك معانا يا دكتور، منورنا في حديث القاهرة. أهلا بك يا أستاذ جريمة، أهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بالأستاذ خيري. أهلا أهلا يا دكتور أمجد. أهلا بحضرتك، أهلا بكم. دكتور أمجد، لماذا يبدو عند بعض الناس اللقاح أخطر من الفيروس؟ ليه الناس قلقانة من اللقاحات؟ هل بالفعل مخاطر اللقاحات قد تفوق الإصابة بالفيروس وتؤثر على المناعة على مدى طويل؟ اللقاحات على مر العصور هي التي تقضي على الأوبئة، ما فيش وباء انتهى على مستوى العالم إلا بعد إيجاد لقاح لي. كلنا تعودنا أن ندي لقاحات لأولادنا وأطفالنا، لقاح الحصبة، لقاح شل الأطفال، حملات الدولة كلها لقضاء الأمراض، ما كانش عندنا أي مشكلة تماماً، وكانت الناس بتستجيب للحملات والتطعيمات كانت إجبارية، وبالفعل هي كانت السبيل للقضاء على الأمراض. مع فيروس مستجد الناس كلها متخوفة، أخذ اللقاح ولا لا، ده لسه ما تجربش. اللقاح مر بالتجارب جميعها واثبتت مأمونية عالية جداً جداً. الوتيرة كانت تجارب سريعة، لأن أنت قصاد وباء، الوباء ده بيحصد أرواح الملايين وأصاب الملايين على مستوى العالم. الإصابة أخطر بكثير مما نتحدث عنه من أي أثار جانبية أنا شايفها لا تذكر بجانب الإصابة. الإصابة يعني وفاة، الإصابة مش مجرد أن أنت هتخف، الإصابة متلازمة تصيب 30% من الأشخاص بعد التعافي، أثار نفسية، أثار عضوية. هناك الكثير ماتوا من أثار كورونا مثل مرض التليف الرئوي، وعندنا كثير من النجوم ماتوا بعد التعافي من أثار ما بعد كورونا وهو التليف الرئوي. مما نتحدث عنه من الإصابة هي الأخطر. اللقاحات أيا كانت نوعها وأيا كانت طريقة تصنيعها مرت بكل التجارب. اللقاحات مصنعة بنفس الطرق التقليدية للقاحات ونفس الشركات اللي بنديها لأولادنا، فلقاح الإنفلونزا هو نفس تقنية لقاح سينوفاك وسينوفارم، نفس التقنية، مر بكل التجارب، أثبت مأمونية عالية. أنا شايف إن مفيش مجال للتخوف يا جماعة، المجربة شديدة، الإصابات في ازدياد، خطر الوفاة، خطر التعافي ما بعد التعافي أخطر بكتير مما نتحدث عنه، من أنني سوف يرتفع حرارتي، دراعي هيقف يوم ولا اتنين، هيجي لي ارتفاع حرارة يوم، ودي تفاعلات نادرة، تفاعلات مناعية. الإصابة هي الأخطر. إحنا بنشوف في عيادتنا ناس فقدت زاويها، ناس فقدت جزء من أهليها، ناس تعاني من أثار نفسية، ناس تعاني من أثار عضوية، مشاكل تنفسية حتى الآن من خطر الإصابة. اللقاحات آمنة جدا وهي السبيل للخروج من موجة رابعة بدون أي مشاكل خطيرة. طيب، مثل الوفاة. دكتور أمجد، بالفعل شفنا أعداد الناس اللي توفت من كورونا حول العالم ليس بالعدد القليل، وبنشوف ناس على في لحظاتها الأخيرة بتعمل فيديوهات وتقول يا جماعة الموضوع مش سهل، خدوا اللقاح، لكن مع ذلك يطلع قصادهم ناس تانية تقول هو أنا مجنون أحط فيروس في جسمي؟ ده حد تاني بيقولك أنا هاخد لقاح يموتني. يعني بقى مرتبط الموضوع بفكرة إن اللي بياخد لقاح بيموت، فالفكرة دي إيه سبب انتشارها من وجهة نظرك؟ ثانياً عايزين حاجة تنفي ده بشكل قطعي، نقول للناس إيه؟ هقول لهم حاجة، اللي بيتكلم ده هل هو لأن هو مداش لقاح مثلاً الحصبة لابنه؟ مداش لقاح شلل الأطفال لزويه؟ مداش لقاح الدفتيريا والأمراض اللي اديناها؟ ما كناش بنسأل اللقاحات دي هتموتهم ولا لأ؟ اللقاحات دي هي اللي قضت الأمراض، هي اللي حطت أطفالنا الأجيال كلها من الإصابة بالأمراض. نرجع للقاح كورونا، الناس متخوفة لأن فيروس جديد ولقاح جديد، كل الأمراض مرت بنفس المراحل ونفس اللقاحات وأثبتت مأمونية. أنت في حالة وبائية عالمية، بنحصد آلاف والآلاف من الوفيات، هبص إن أنا هسخن، أنا خدته، أهلي خدوه، كل الناس اللي حواليا خدوه، لم تذكر وجود أي مشكلة صحية مع اللقاحات، كل ما حدث أثار جانبية محدودة. إحنا طعمنا دلوقتي وصلنا 7 مليون مصري على مستوى العالم، طعمنا كتير جدا، الدم ما فيش كل الآثار، 1 في المليون واحد تعب من اللقاح، وده كان شيء معروف جدا للقاحات ومنظومة اللقاحات. الإنفلونزا اللي احنا بناخدها الموسمية دي ممكن واحد يسخن من لقاح الإنفلونزا، المشكلة يعني ما واحد سخن من لقاح الإنفلونزا، ده تفاعل مناعي طبيعي كنا نعتاده. كانت الأم بتتصل بينا عند لقاح السنة ونص، ابني يا دكتور سخن بعد ما خد حقنة السنة ونص ودراعه أو رجليه ورمة، طب إيه المانع؟ ما احنا كنا معتادين على هذه الآثار الجانبية. إيه الجديد؟ فكرة تكوين الجلطات. خلاص يا جماعة، فكرة من الجلطات دي 1 لـ7 لكل مليون حالة، وده بيحصل مع أي دواء.
لو مليون واحدة سيدة خدت أقراص منع الحمل، نسبة حدوث الجلطات أعلى بكثير بكثير جدا جدا جدا. هذه آثار جانبية محدودة للغاية جدا جدا، والإصابة زي ما قلنا أخطر بكثير. جماعة كلنا خدناه من القيادة السياسية للوزراء اللي إحنا كأطباء خدناه، أهالينا أسرنا، بالفعل نسب الدول اللي خدت اللقاحات نسب الوفيات عندها أقل. مع المتحول الجديد في نسب إصابات عالية، لكن لو قسنا نسب دخول المستشفيات، لو قسنا نسب الوفيات في الدول اللي خدت اللقاحات هي الأقل. اللقاحات هي اللي هتأمن مستقبلنا ومستقبل أولادنا في الفترة الجاية، هي اللي هتفتح البلد. الدول اللي فتحت عندها إصابات بالفعل زي بريطانيا، ولكن لو شفنا الكيرف الوفيات كيرف دخول المستشفيات الأقل. ما فيش حلول إلى اللقاحات مصنعة بنفس الطرق التقليدية اللي اللقاحات بنديها لأولادنا. مرت طيب. بكل تجارب الأمان والمأمونية. اجتزنا مدة قصيرة في التجارب، لأن أنت وباء، عندك وباء بيحصد الملايين، أنت مضطر تدي، لأن أنت الناس تقول لك طب أنا ممكن أخذ الإصابة وخف بسهولة، بس ممكن تجي لك متلازمة، ممكن بإصابتك دي تأدي باباك ومامتك، وده كنا بنشوفه من الشباب يستعين بالإصابة. أنا شاب وممكن يجي لي إصابة بسيطة وخف، بس أنت ممكن تأدي بابا، تأدي ماما، تأدي جدك، تأدي جدتك، ونشوف مضاعفات خطيرة جدا يفقد الشخص ذويه بسبب استهتاره بفكرة اللقاحات. طيب دكتور أمجد، ما بين الحديث عن تلقيح الأطفال في العالم، وده بيتكلموا على لقاحات غير المستخدمة في مصر بشكل كبير، وما بين الحديث عن جرعة ثالثة في العالم، وأن للفاكسين اللي بناخده مدة زمنية محددة، حضرتك بتشوف وضع الأطفال إيه؟ المدد الزمنية هنتعامل معها إزاي؟ هل إحنا فعلا محتاجين جرعة ثالثة، ولا محتاجين نطعم الأول أكبر عدد وبعدين نتكلم في الجرعة الثالثة؟ خاصة أنا آسف علشان أبقى أنهيت سؤالي، إحنا دلوقتي بننتج الفاكسين في فاكسيرا في المصل واللقاح، عندنا سينوفاك موجود، ليه مش قادرين نغطي العدد الكبير اللي مقدم ومحتاج ياخد؟ طيب خلينا اقول الاول، منظمه الصحه العالميه كانت لسه مطلعه بيان ان هي لا داعي للتعجل في الجرعه التعزيزيه. ليه؟ ايه اللي خلى يبقى في عندنا مو وفيروس مو التحور هو البطء في منظومه التطعيمات حوالين العالم؟ دول بتستأثر بجزء كبير من اللقاحات، ادت الجرعه الاولى والثانيه، هتدي جرعه ثالثه، بتفكر تدي للاطفال، بتفكر تدي للحوامل، خلاص عايزه تطعم كل الناس، بل بالعكس تدي جرعات تعزيزيه. دول تاني اصلا ما ابتدتش لشعبها انها تدي جرعه اولى، فالفيروس يتحور في الدول اللي ما ابتدتش منظومه اللقاحات، وهيهاجم تاني الدول التي اعطت منظومه اللقاحات، لان التحور القضاء عليه يتم بمنظومه اللقاحات. احنا هنا في مصر احنا مش هيبقى في فكره جرعه ثالثه لحد أمن الاول جزء كبير من المجتمع 70% ياخد الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. بعد ذلك مع منظومه التصنيع اللي بتتم هيبقى في جرعات تنشيطيه، وهيبقى في جرعات سنويه زي لقاح الانفلونزا، بس امتى؟ عندما اصل لتطعيم الجزء الاكبر من المجتمع اللي هو 70%. لو وصلت للنسبه دي والناس خدت الجرعتين، هبتدي اشوف اللي خد جرعتين خدهم بقاله قد ايه، وادي له جرعه تعزيزيه، وبعد ذلك تتحول الجرعات التعزيزيه الى جرعات سنويه مثلها مثل لقاح الانفلونزا. بس متى؟ لما يتم تطعيم جزء كبير من المجتمع. يعني النسبة الآمنة طيب. اللي بيقال عليها بالفعل 70% بالفعل صحيح. طيب بالنسبة للإنتاج اللي عندنا، وليه مش قادرين نوفر الكميات الكافية علشان نطعم أكبر عدد؟ توجيهات رئاسية قبل نهاية العام نصل إلى أكثر من 40، ومتوقع نصل إلى ضعف أكثر من 40 مليون جرعة قبل نهاية السنة، وفي مضاعفة للإنتاج بنسبة كبيرة جدا قبل نهاية السنة. سوف نصل للنسبة المرجوة اللي هو تطعيم من 60-70% المجتمع. أنا شايف إن ده لو تم احنا نعمل على خلال 3 أشهر ده، يعني منظومة اللقاحات تتم بسرعة جدا، التصنيع وفي نفس الوقت فكرة اللقاحات نستورد من الخارج ونصنع بالداخل عشان أصل للنسبة دي قبل نهاية السنة، وإن شاء الله ده يحصل. ولو حصل بعد ذلك سوف يكون جرعات تعزيزية وبعد ذلك الأطفال. والله احنا بنتكلم على 3 شهور، ده معناها مجهود خرافي، وربما يتم الموافقة على يعني مجهودات ناس تنضم ليك. واحنا مشكورك جدا دكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، شكرا جزيلا لوجودك معنا وإجابتك على أسئلتنا. وما زلنا مع كورونا، لكن المرة دي مع مطلب من نوع آخر. مجموعة من الصيدليات الشهيرة بتطلب السماح لها بمنح لقاحات كورونا. طيب وزارة الصحة رفضت الطلب، إلا أن الدعوات ما زالت قائمة، بتقول لك أنتوا عندكم مراكز كتير في صعوبة، طالما احنا بنتكلم على فاكسين زي الانفلونزا، يعني أنا جبت بتاع الانفلونزا وعملت كده وديته لنفسي وديته لأولادي، فما المانع
ان يبقى الفاكسين موجود في الصيدليات. هنرجع لسكه طب ما هيبقى الدوله بتطعم ببلاش، بتساعد وبتدعم هذا الشعب، هيروحوا الصيدليات بفلوس؟ هي الصيدليات اللي هتستفيد ولا لا؟ خلونا معانا على الهاتف الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنه الصيدليات بالنقابه العامه للصيادله. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك يا استاذ خيري. اهلا يا فندم. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا بيك منورنا. ويمكن السؤال اللي هنساله في البدايه هو حقيقه ما طرح حول ان انتوا تقدمتوا لوزاره الصحه علشان يكون في هناك نوع من انواع التوزيع من خلال الصيدليات او انها تكون مراكز ايضا لان يتاخد فيها اللقاح، لكن تم رفض طلبكم، هل الخبر ده صحيح؟ طيب خلينا نكبر الدور ونظهر دور الصيدليات اللي ممكن تتعمل، ومش اقصد هنا صيدليات معينه، اقصد الصيدليات عموما. يعني احنا دلوقتي عندنا جائحه واخده العالم كله، عندنا دوله بصراحه باذله مجهود غير عادي، بنصنع واحنا الدوله الاولى في افريقيا اللي بنصنع اللقاح، بنستورد اللقاح، في اتجاه للدوله لتوفير 40 مليون جرعه حتى نهايه العام. ده من كلام حضرتك دلوقتي مع الدكتور امجد. صحيح. احنا عايزين دور مجتمعي للصيدليات عموما، مش لمجموعه معينه من الصيدليات. وقبل كده كان في لينا دور، حضرتك لو نرجع شويه معلش، كان لو تفتكر زمان كنا لينا دور كبير قوي في انجاح منظومه موانع الحمل، تنظيم الاسره وتوزيع البان الاطفال. فليه ما يكونش للصيدليات في العموم مش صيدليات معينه؟ باعتبار ان الصيدليات احنا عندنا فوق ال 75,000 صيدليه حضرتك منتشره على مستوى الجمهوريه. الصيدليات فيها صيدلي راجل عنده من الكفايه من علمه كفايه، ممكن يتربط الصيدليات بوزاره الصحه لان احنا كده كده تبع رقابه وزاره الصحه. يبقى ليها دورين، دور ان انا برفع ثقافه المريض اللي هو متخوف من اللقاح، وده للاسف موجود وحضرتك شايفه الاشاعات الناس بتضربها، لان الصيدلي بقى قريب من المريض وقريب من بيته. ليه مصداقيه كبيره قوي في المجتمع. وفي نفس الوقت ممكن يبقى لينا دور في المنظومه دي، ليه لا؟ ليه ولو يكون اختياري مش لازم يكون اجباري؟ يعني انا مثلا عايز في محافظه او في مدينه عايز 50 صيدليه يقوم بالعمل ده تطوعي كمجهود من الصيدله لدعم الدوله، ليه لا؟ ليه ما ادلوش الفرصه؟ فكره عظيمه يا دكتور ثروت. يعني معنى كده ان حضراتكم تقدمتوا بطلب ولا ما تقدمتوش؟ أنا كعضو في النقابة العامة، أنا بتكلم في الصيدليات العموم مش في مجموعة معينة من الصيدليات. صحيح، أنا بتكلم على الصيدليات في العموم. في العموم حضرتك خدي مني رد، اعتبريه طلب، اعتبريه رجاء، اعتبريه دعم من المجتمع المدني للدولة في الفترة اللي جاية. إن الصيدليات الأهلية بتمد إيديها لبلدنا، بتمد إيديها لمجتمعنا. وهتعمل ده بالمجان يا دكتور ثروت؟ نعم. يعني الصيدليات هتعمل ده مقابل ايه؟ من غير مقابل. ما احنا كان لينا قبل كده حضرتك شغل لو تفتكر معاناه الحمل كانت الشروط ب 10 سنين. كنا بناخد ايه فيه؟ البان الاطفال حضرتك كانت علبه اللبن ب 2 جنيه و90 قرش. طب نبيعها كده. هل هناك اي دوله في العالم هل هناك دوله في العالم سمحت بتداول الفاكسين عبر الصيدليات؟ طب ما نخلي احنا حاجه بايونير ونعملها تحت كنترول. يبقى احنا رواد للموضوع. ليه لا؟ ليه حضرتك؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه وحضرتك تصبح خير. انا دلوقتي لو انا في مدينه ايا كانت المدينه، جاء لحضرتك 50 صيدلي قال لك انا عندي استعداد اساعد، وحضرتك وفرت لي معلش مس او حد هيقعد معايا في الصيدليه، وانا هوفر له المكان وهوفر له الثلاجه واوفر له كل اللي هو محتاجه ويقوم واوفر له حد من المساعدين معايا في الصيدليه ويبقى معاه تبقى زي المراكز. يعني انت حضرتك بتقول كلام عظيم جدا يا دكتور ثروت، بتقول على الهوا انا بطلب اهو كان انا بقدم طلب ان جميع الصيدليات بدون تفريق انها تتعاون مع الوزاره في توزيع الصيدليات اللقاح بالمجان. بس حضرتك ايوه يا فندم، يبقى لنا دور ثقافي ولنا دور مجتمعي محترم وعايزينه. أكاد أكون فهمت من كلام حضرتك إن كأن هناك مجموعة من الصيدليات الخاصة هي اللي تقدمت بطلب وتم رفضها، هل دي كانت المعلومة اللي كانت قصدها الأخبار اللي تم تداولها؟ دي المعلومة اللي وصلت لي، والفرق بين دي ودي إن أنا بعمله كخدمة مجتمع مش بعمله كنوع من التجارة. طب إيه اللي منع حضرتك أن تتقدم بهذا العرض لوزارة الصحة يا دكتور؟ بصفتك النقابية يعني.
ايدي في ايد سعادتك ولايف اهو كده المفروض وصل لكل حد. لا انت عارف الدوله المصريه بتمشي ورقيا، عندك ايميل وعندك مخاطبات، فلماذا لا تخاطب وزاره الصحه؟ والبدايه من عندنا العرض طيب، لماذا لا يكون العرض من رسمي يعني؟ لازم نتقدم يا فندم بالعرض رسمي. تمام. نتقدم بيه لوزاره الصحه، ايه المشكله؟ يا ريت يا دكتور صالح. عمل احنا بنعمله هيبقى بدون مقابل، احنا هنوعي المجتمع، هنساعد في منظومه اوريدي فيها مجهود رهيب بيتبذل عشان تبقى حضرتك عارف، مجهود رهيب بصراحه وفلوس كتيره ومجهود زملاء اطباء وصيادله وتمريض ومساعدين. ليه ما نساعدش يعني؟ طيب هي فكره بنطرحها. لينا دور قبل كده يعني، مش جديد على الصيدليات على فكره. تمام، شكرا دكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات في النقابة العامة للصيادلة. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل معكم، لدينا العديد من القصص الإخبارية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة، ما زالت قصصنا الإخبارية مستمرة، وهذه العلامة ليست فقط علامة في تاريخ مصر لكن في تاريخ العالم، الأدب العالمي كله. وبالرغم من مرور 15 سنة تقريبا على وفاة الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ، إلا إن ما زالت أعماله صاحب نوبل محل اهتمام دور النشر، باعتبار أن دايما الأعلى مبيعا وانتشارا بين القراء هي الأعمال بتاعت نجيب محفوظ. الصراع على أعماله بدأ يتصاعد من جديد بمجرد ما قرب وقت انتهاء عقد دار الشروق مع حق طباعة أعمال الراحل نجيب محفوظ، هينتهي تقريبا يوم 30 إبريل 2022. مؤخرا مؤسسة هنداوي أعلنت بأنها حصلت على حق طرح كافة أعمال نجيب محفوظ بالاتفاق مع بنته السيدة هدى، علشان تكون جميع الإصدارات متاحة مجانا على منصة المؤسسة. لكن العروض توقفت. خلونا نفهم ايه اللي حصل. احنا تواصلنا مع الاستاذه هدى نجيب محفوظ كريمه الاديب نوبل، وتواصلنا مع الشروق، قدرنا استاذنا زميلنا بشري عبد المؤمن تواصل مع الاستاذه هدى ودار بينهم حوار، واستاذنها ان يكون هذا الحوار، لان هي مش حابه تعمل مكالمه تليفونيه، ان يكون هذا الحوار مسجلا وللاذاعه، فوافقت. فتعالوا نسمع هي قالت ايه. تعاقدت مع هنداوي على الكتاب الالكتروني بخصوص الروايات والمقالات، وهيبتدوا نشر الروايات بعد انتهاء تعاقدي مع دار الشروق من شهر 5 السنه الجايه باذن الله. هل ممكن التوقيع مع دار نشر ورقي بعد كده ولا خلاص كده الباب اتقفل؟ قعد المنافسين هو اللي طلع الكلام ده، وبعدين قال انه هيأثر على الورقي، وبالفعل في مواقع قرصنه كتير على الانترنت يعني بالفعل في، وبدون وجع حق بينشروا وبيعملوا داونلود والنشر ما يعني مستمر يعني قرصنة يعني من السبب يعني السبب اللي بيقولوا انه تعاقدي مع هنداوي هيأثر في الكتاب الورقي غير حقيقي، لان اوريدي في مواقع قرصنة كثيرة على الانترنت. بس انا اقصد ان هنداوي كده واخد حصري يعني، ما ينفعش تمضي مع دار تانية بقى خلاص. لا ليا الحق. تعظيم يعني ممكن نمضي تعاقد غير حصري، تعاقد غير حصري. عظيم جدا. ومؤسسة مهنداوي بدون مقابل للقارئ، هتعرضها بدون مقابل للقارئ. سؤال أخير، هل صحيح إن الشروق عرضت على حضرتك إنها تكمل يعني تاخد طباعة الأعمال تاني مرة تانية، وحضرتك اشترطتي 25 مليون جنيه؟ الحقيقة هي في قصة طويلة الحقيقة، بس هما طلبوا مني ان انا اخد حقوق الورثة، قلت لهم لو انتوا عايزين اشتروا الحقوق مدى الحياة، انا مش عايز اخد حقوق الورثة. ده سبب ان انا طلبت فلوس، انا مش عايزة حقوق الورثة، انا ما كنتش عايزة لبيع مدى الحياة ولا حاجة. هينكروا سبب عرضي انه هما طلبوا مني ان انا اشتري حقوق بقية الورثة. اولا محدش ليه الحق يقول لي انا اتصرف ازاي، وانا مش عندي حقوق الورثه لان انا عندي الجزء الاكبر وانا اللي ليا حق الاداره، فهتكون عايزه حقوق الورثه ليه؟ انا مش عايزه. الرقم اللي اتعرض ده صحيح 25 لا. مليون لا كان اقل.
ممكن نلاقي أعمال نجيب محفوظ مع دار نشر تانية قريب، صح كده؟ هو أنا بشوف كذا دار نشر. الدور اللي مقدم عروض غير الشروق، المصرية اللبنانية مثلا، دار الساقي، ولا أي دار؟ المصرية اللبنانية أنا خرجتها بره، أنا لن أتعاقد مع المصرية اللبنانية. عظيم. السبب؟ لا أحتفظ بالسبب. طيب تمام. طب الدور الثانية غير الشروق؟ طيب لا مش هقول، يعني في وقت ما هيجي إن شاء الله، يعني ربنا يسهل وهأعلن وقتها، أو دار النشر نفسها هي اللي هتعلن الخبر. أكد على حضرتك إن أنا مسجل. خلاص ميرسي أوي حضرتك. دي كانت جزء من المكالمة اللي حصلت ما بين السيدة هدى نجيب محفوظ وبين زميلنا بشري عبد المؤمن. طبعا شفنا، خلينا نقول الملخص، ان هتكون بدءا من مايو الكتب بتاعة نجيب محفوظ كاتب نوبل متاحة على الانترنت بالمجان على منصة هنداوي، وقالت انها العرض اللي جالها من الشروق ما كانش 25 مليون، كان اقل من كده بكتير جدا، وقالت انها بتدرس كذا نوع من انواع يعني العروض المقدمة ليها علشان تاخد حق النشر ل يعني كتابات نجيب محفوظ، ولكنها لم تستقر، إن شاء الله تستقر عليها قريبا. وقالت إنها لم تتعاقد مع الدار المصرية اللبنانية، وقالت إنها خرجتها تماما من الموضوع. ده كان من أبرز التصريحات اللي هي قالتها يعني معانا ومع زميلنا بشري في المكالمة الهاتفية. دار الشروق بقى تواصلنا معاها وكان ليها رد آخر. هو لازم نفهم الحقوق دي يعني إيه. يعني المصرية اللبنانية كانت واخدة مقالات الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، دار الشروق كانت واخدة أعماله الأدبية، وده بيديها الحق التعاقد على هذه الأعمال. التكلفة فنيا تقصد يا خيري؟ نعم؟ مسلسلات وأفلام وكده، كله ده مديحه عشان تدفع مبلغ كبير. الدور شافت إن في أزمة لما بقت متاحة، وهي إتاحة غير حصرية ومجانا على وسائل التواصل السوشيال ميديا او عبر الانترنت. تواصلنا مع دار الشروق للنشر، وكان احد المسؤولين فيها قال ان احنا قدمنا عرض ب 7 مليون جنيه للورقي والالكتروني، ولكن الكل تراجع بعد ما باعت الالكتروني لهنداوي علشان هينشره مجاني وده بيضرب الورقي. في دور نشر تانية قدمت عروض زي الكارما وزي المصريه اللبنانيه اللي كان معها اصلا حقوق نشر المقالات بتاعه الاستاذ نجيب محفوظ بكل اللغات. طيب دور النشر بتحسبها ازاي؟ دور النشر بتحسبها انها كانت هتكسب من الالكتروني من حقوق تحويل لاعمال دراميه، لان تكلفه اعمال الاستاذ نجيب محفوظ تتجاوز 5 ملايين جنيه مصروفات طباعه فقط. لذلك البعد الخاص بالمكسب والخساره هو اللي بيبقى حاجه. لم تنكر دار الشروق انها عرضت على السيده هدى بالفعل ان هي تشتري حقوق الورثه اللي السيده هدى قالت انهم قد ينكروها، هم ما انكروهاش وقالوا انها حقيقه. تظل اعمال نجيب محفوظ هي فرصه ان تكون على الانترنت ومجانا، بس ده بيسهل، احنا عندنا حقوق الملكيه شويه فيها انتهاك حتى الان، فبيسهل انها تبقى مشاع وسهله. ده هتحقق انتشار وهتحقق ثقافه، ولكنها ستضيع الحقوق. يعني انا اعتقد برضه هناك ارث عالمي ادبي عالمي، يعني يمكن هو ده كمان هيتم وضعه في الاعتبار، ويمكن يعني قريبا تتكشف الامور اكتر مين اللي هترث عليه العرض النهائي اللي يتم قبوله من قبل السيده هدى المتصرف في اعمال السيد الراحل الاديب العالمي نجيب محفوظ. طيب. القصه اللي جايه بقى ليها علاقه قويه بخيري. فوجئت برسالة جاية لي من شاب كف بصره اسمه طارق سيد، بيقول لي احنا بنتعرض للتنمر. قال لي ان في مجموعة من الفيديوهات، حد بيعمل فيديوهات، الفيديوهات دي مهينة لينا لمن كف بصره، في تنمر علينا لشخصية بتعمل نفسها انها من المكفوفين، وبيطلب من الناس يتقدم للبنات، يوقف البنات ويقول لها ممكن اتقدم لك، في مشاهد تانية غير مقبولة بيروح لشباب ويقول له ممكن تطلب لي الرقم ده وبص انا فاتحه فهو اسمها مكتوب، واسماء بقى لبنات تبدو انها سيئة السمعة، يعني يقول له مش عارف مين الشمال، مين المكنة، مين، الفاظ غير لائقة
لا تجوز فيها استخفاف وإهانة. طارق السيد قرر أنه ما يقفش وقرر أن يأخذ إجراءات قانونية. لحد ما نتواصل مع طارق تعالوا نشوف نموذج من فيديوهات الشاب المتهم بالتنمر. يعني بصراحة مش عارفة ده هل يجوز تصنيفه على أنه كوميديا من وجهة نظر السيد اللي عمل ده أو الناس اللي بيتابعه؟ وردود الفعل كانت أخبارها إيه؟ طارق سيد اللي معانا عبر زوم هو أحد الشباب واللي تواصل مع زميلنا العزيز خير رمضان علشان يوصل له ده ويقول له إن هم متضررين منه أخذوا إجراءات قانونية. خلينا نشوف منه تحديداً الحكاية إيه. أستاذ طارق أهلاً بيك معانا ومنورنا في حديث القاهرة. أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً بحضرتك وشرف ليا طبعاً لأن أكون مع حضرتك. أهلاً وسهلاً يا أستاذ طارق، إزيك؟ تحياتي يا أستاذ خير، إزاي حضرتك؟ يا أهلاً بيك. قول لي انت ايه اللي استفزك في الفيديوهات وعملت ايه؟ طيب هو مبدئيا ملخصا يعني انا كنت بتفرج على اليوتيوب عادي واتفاجئت بفيديو الولد دوت. فالفيديو استفزني جدا لنقل ثقافه عن الاشخاص ذوي الاعاقه غير اللي موجوده. فاضطريني ان انا اعمل الفيديو اللي انا عملته وبعته لحضرتك دوت. ايوه تمام. تواصلت مع مجموعات من أصدقائي من ذوي الإعاقة، فعايز أقول لحضرتك اللي إحنا مش بعد المكتسبات الدستورية والقانونية اللي خدناها، وكانت في سنة كاملة سيادة الرئيس أعلنها سنة لذوي الإعاقة كانت 2018، يبقى الموضوع بالشكل ده بعد كده. نعم. فإحنا طبعاً في مواد خاصة بقانون 10 لينا في قانون 10 لسنة أهميتها إيه بالنسبة للشخص دوت. ده غير بقى اللي عملوا على الاعاقات الحركيه كمان يعني. طب انتوا عملتوا ايه كاجراء قانوني؟ انت قلت يعني ماده في القانون بتضمن لكم حقوق ضد هذه الممارسات، عملتوا ايه انتوا بقى يا استاذ طارق؟ صحيح، احنا تواصلنا مع الدكتور خالد حنفي، وده الدكتور خالد حنفي هو اساسا دكتوراه في القانون وكان معين من قبل رئيس الجمهوريه على مقاعد الاشخاص ذوي الاعاقه. هو كفيف برضه وكمان عضو مجلس قومي لشؤون الاعاقه. بعت مذكرة للمجلس القومي لشؤون الإعاقة طبعا، وكمان بعت امبارح او قدم امبارح بلاغ عند النائب العام. تمام. ومن المفترض بقى احنا مستنيين يعني ردود الفعل بعد ما قدم هو المذكرات دي. طبعا طبعا احنا بنتضامن معاك. السخرية او الضحك او انك تجيب لايكس ومشاهدات لا تأتي على حساب مواطنين مصريين لهم كل الحقوق، فاحنا متضامنين معاك، عشان كده تحدثنا معك وقررنا ان نذيع استغاثتك وبلاغك. شرف ليا استاذ خيري وشرف لكل الاشخاص ذوي الاعاقه طبعا. انت بتشتغل ايه يا استاذ طارق دلوقتي؟ زي قانون التنمر برضو يعني من المفترض اللي هو كان يبص لحاجات زي كده. طبعا صحيح. انت بتشتغل ايه يا استاذ طارق؟ انا والله يعني بشتغل في شركة خاصة. أي. وكمان فتح محل عطور. ما شاء الله ما شاء الله. بنركب عطور وكده يعني. بنتمنى لك التوفيق. تركب عطور حلوة يعني وصحية. يعني هجيب لحضرتك وتشوف. وأنا قبلت، أنا هجي لك، أنا هجي لحد عندك واتفرج واشتري، أنا متأكد إنك هتعمل عطور حلوة قوي. الله يخليك. إحنا كمان أنا كمان بعمل دورات تدريبية لتعليم العطور للمكفوفين وغيره يعني. والله برافو. والله. ودي تدخل تحت دائره المشروعات الصغيره، وده يعني ناس كتير جدا ممكن تستفيد منها. مشروع هايل. احنا مشكورك جدا. مشكورك جدا استاذ طارق يعني على تواصلك معانا. انت في محل العطور بتاعك؟ انا اسف. لا 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 انا تحت امرك الله يخليك. انت في المحل اهو، ده انت عندك محل وحاطط بتركب بقى عطور براندات وحاجات كده يا طارق. هي العطور كلها اساسا بتبقى براندات، هي العطور بتاعت اللي بتيجي يعني بتيجي كلها مستورده. بتجيب الـ الماده الفعاله. الماده الفعاله وتشتغل عليها. لا ده احنا نفسه ونبتدي نشتغل عليها. ده احنا هنيجي نبضع من عندك. بشكرك جدا. موفقين يا استاذ طارق. اخونا العزيز الاستاذ طارق السيد. انا اعتقد ان في خبر اثار حفيظه ناس كتير جدا. المدارس. اهلا مدارس النهارده. يعني خلينا نقول ان كاميرا حديث القاهره والناس بتتكلم عن المدارس قامت بجوله في معرض اهلا مدارس اللي مقام في ارض المعارض واللي هيستمر لحد نهايه الشهر.
بيشارك فيه حوالي 200 عارض. المعرض ده جزء من مشروع كبير محافظات مصر بتشهده، الغرض منه التخفيف عن أولياء الأمور علشان توفر كل احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة. نسبة التخفيض في المعارض دي بتبدأ من 30%، بتوصل لكام بقى؟ انتوا لما تروحوا هناك وتزوروا هتقولوا لنا، لكن احنا نقلنا لكم الصورة زي ما كاميرا حديث القاهرة شافتها. نشوف ونسمع ونرجع تاني لحديث القاهرة وفقرتنا اليومية بورصة الكلام مع زميلنا العزيز خالد البرماوي. الحياة السنة دي يمتاز المعرض بأنه هو يعني احتفالية أكتر بعودة أولادنا وإخواتنا للمدارس بعد حرمانهم السنتين اللي فاتوا بسبب جائحة كورونا، وكان لازم يكون في مساهمة مباشرة لأولياء الأمور في دعم الطالب. هيلاقي من أول الساندوتش بتاع المدرسة، هيلاقي شنطة المدرسة، هيلاقي يونيفورم المدرسة، هيلاقي الأدوات المكتبية اللي جوه الشنطة، هيلاقي الأحذية بتاعته، هيلاقي شنطة المدرسة نفسها، في شامبوز وفي الحاجات الخاصة بالأدوات الاحترازية، السانيتايزرز والكمامات، كل حاجة موجودة تحت سقف هذا المعرض الحمد لله السنة دي. الجديد هذا العام إن عدد العارضين زاد عن العام الماضي، وصل إلى 210 عارض، أيضا نسبة التخفيضات هتصل إلى 30% فأكثر، بالإضافة إلى إن هيكون في معرض في كل محافظة من محافظات الجمهورية. أيضا عندنا السيارات المتنقلة تبقى في الأماكن الأكثر احتياجا لما فيش فيها معرض. مساحة هذا المعرض هذا العام مختلفة وهي أكبر، هي بتصل إلى 3000 متر مربع. يمكن الحاجة المميزة هذا العام أن نسبة المكون المحلي أو الصناعات المحلية أو المنتجات المصرية بتصل إلى 75%. احنا السنة دي جايبين تشكيل كبير جدا لكل المنتجات المدرسية، لكل بيلزم المدرسة، جايبين لبس المدرسي، جايبين كل مدرسة لها الزي بتاعها موجود عندنا، اي مدرسة خاصة لها الزي بتاعها موجود عندنا بخصم 70%. يعني الشنط في 120، في 100، في 200، الكشاكيل ارخص برضك من برة بكتير. التخفيضات احنا بتصل من عندنا من 20% ل30%، وبنقدم كل حاجة منتج محلي، يعني منتج المحلي زاد بقى حوالي 60% من مستورد، في تقدم فيه يعني. وبنقدم كل مستلزمات المدارس من القلم الرصاص لحد الشنطة المدرسية، كل حاجة متوفرة.